بيراميدز عنده بعض الغيابات. ففجر نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز مخاوف الجهاز الفني لفريقه بقيادة الفرنسي دي صبر بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية، علشان يصبح مهدد بالغياب عن نهائي بطولة كأس مصر ضد الزمالك يوم الأحد اللي جاي. وخضع اللاعب لأشعة لحسم إصابته وتحديد إمكانية لحقه باللقاء. كمان خضع الثنائي رجب بكار وإيريك تراوري لفحوصات طبية بعد شكوى بكار من آلام في العضلة الخلفية. كمان عانى تراوري من التواء في كاحل القدم، وبيسابق الجهاز الفني لفريق بيراميدز الزمن لتجهيز الثلاثي المصاب قبل لقاء الزمالك، بجانب عودة الثلاثي الغائب عن لقاء بتروجيت الأخير في كأس مصر الإصابة أيضا، وهم محمد فاروق وأحمد الشناوي حارس المرمى وأيضا محمد فتحي. يعني كان في انباء ان دونجا خلاص اصبح جاهز 100%، وان الاشعه يعني ممكن يكون في بعض كان في شد في العضله الاماميه، ولكن ممكن يقدر ان هو يكون بيشارك بنسبه كبيره جدا مع نادي بيراميدز في المباراه اللي جايه. ايضا عبد الله السعيد اللي كان في شكوك في غيابه في المباريات اللي فاتت بعد اصابته هيكون بيشارك ايضا. ف عبد الله السعيد من العناصر الاساسيه في فريق بيراميدز هيكون بيمتعنا في المباراه القادمه. على الجانب الاخر إيريك تراوري وخروجه في المباراه اللي فاتت لفريق بيراميدز، لا إيريك تراوري هيكون جاهز للقاء اللي جاي، دي كل الفحوصات والاخبار بتقول ان هو هيكون بيشارك بنسبه 100%. لكن رجب بكار هو اللي هيتم لسه يعني هيتشاف مدى امكانيه مشاركته في المباراه القادمه. ولكن في هذه الجبهه سباستيان دي صبر بيعلن ان الدنيا تمام عنده، لان متوفر عنده عمر جابر يلعب كباك يمين في المركز بتاع رجب بكار. فبشكل عام حتى لو في غيابات ممكن ما تكونش غيابات مؤثره بالنسبه للجهاز الفني لفريق بيراميدز، ان شاء الله ده يخلينا نشوف ماتش اقوى واقوى، ان الكفتين يكونوا بنفس القوه ونسبه فوز كل فريق 50% بكل تاكيد. الفريقين كبار، الفريقين عندهم طموحات، الفريقين هيشوفوا يقدروا يقدموا ايه في بدايه الموسم القادم.